تعليق الفوانيس والزينة والهلال والنجمة المضيئة في الشوارع، طقوس رمضانية جميلة اعتادت عليها معظم الشعوب خلال الشهر الفضيل في أجواء من التهاني والتبركات والدعوات بتحقيق الأمنيات. نتابع بعضا من هذه العادات في العاصمة العراقية بغداد وسط قيود جائحة كورونا. طقوس رمضانية يتبادل فيها العراقيون التهاني والتبركات والأمنيات المتجددة بآمال عام أفضل، ترافقها فعاليات وأنشطة كتعليق الفوانيس والزينة والهلال والنجمة المضيئة في الشوارع وبالقرب من المساجد. أهلنا الشعب العراقي أجمعين بمناسبة حلول شهر رمضان، إن شاء الله يعود علينا بالصحة والعافية، ويا رب إن شاء الله هاي الغمة تنشال على الأمة العراقية أجمعين. أهلنا الشعب العراقي والعالم الإسلامي بمناسبة حلول شهر رمضان، وكل عام وأنتم بخير، ويا رب عم الأمن والأمان على الشعب العراقي. نهنى الشعب العراقي العظيم بحلول شهر رمضان، ويا رب يعود الأمن والأمان ويزيل عنا هذا الوباء، وكل عام وأنتم بألف خير. تهنئة طيبة بمناسبة شهر رمضان المبارك إلى أهلنا وذوينا في العراق وفي العالم العربي والإسلامي جميعا، وراجينا من المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات. رمضان كريم وينعاد عليكم إن شاء الله بالصحة والعافية، واستقبال العالم بشهر رمضان يعني كل سنة يعني يأخذون فوانيس ويأخذون الأشياء مال رمضان، استقبالاً وفرحة بهذا الشهر الكريم، وإن شاء الله ينعاد علينا بالخير والصحة ويبعد عنا هاي الغمة. رمضان هذا العام يشهد ظروفاً استثنائية اختفت فيها العديد من مظاهر الفرحة، فضلاً عن عدم إقامة صلاة التراويح وكذلك منع التجمعات بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم.